كذلك فيما يتعلق بالجانب الثاني، قال بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الحديث، لنريد أن نتكلم على القوامة بعد قليل لكن نربط الموضوعين مع بعض، مسألة أن البعض يقول النساء ناقصات عقل ودين، يظن بأن هذه نقيصة وأن هذا من شرائع الجاهلية وأن هذا مخالف للحضارة والرقي والتقدم. إذا كان هذا الكلام الذي قاله هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والذي أرسله الله لإنقاذ المرأة من الجاهلية، من الظلم الذي وقع عليها، من الجور والحيف، هل يأتي هو صلى الله عليه وسلم ليظلم المرأة ليتنقص منها؟ لا. إذن عندما يقول هذا الأمر إنما يتكلم على مسألة بما فضل الله بعضهم على بعض، على مسألة التكوينات الشخصية للرجل وللمرأة، وإلا فإن المعلوم بأنه كما قال الله ليس الذكر كالأنثى، مهما حاولت المرأة أن تسابق إلى الأعمال وتسابق في المجالات وتدخل في المصانع وتدخل في كل مكان يطأه الرجل، إلا أن تكوينها يخالف هذا النظام وهذه الفطرة، تصطدم ثم تتحطم وتتكسر في الحياة. إذن بما فضل الله بعضهم على بعض راعى هذا الجانب، فالمرأة تحمل والرجل لا يحمل، والمرأة تلد والرجل لا يلد، ويعترضها ما يعترض النساء من الدورة الشهرية ومن متاعب كثيرة أنتم تعلمونها، ويعتورها من الآلام ويعتورها من النسيان الكثير. فعندما قالت إحدى النساء يا رسول الله يعني كيف نقصان عقلها ودينها، قال أليست إحداكن إذا جاءتها حيضتها تركت صلاتها؟ فقالت نعم. قال فذلك نقصان دينها. أليست إحداكن أو اثنتين منكن بشهادة رجل، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان في الشهادة، في الأحكام التي تتعلق بالشهادات. قال فهذا نقصان عقلها. لماذا قال الله ذلك؟ قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي تنسى، لأنها تنسى. فإذا مسألة تكامل، مسألة تكامل، وهناك كتب كتبت الحكمة من التفضيل الرجل في بعض الأشياء. أما عند الله فإن السابق إلى الله بالعمل الصالح، سواء كان ذكر أو أنثى، زوج أو زوجة. هنا في الدنيا في تفاصيل في تفضيل الرجل، في تكاليف وفي أمور وفي خصائص، لكن في الآخرة ليس هناك تفضيل للرجل إلا بقدر استباق أحدهما إلى العمل الصالح.